قضية ايه اللي انتوا بتحاسبوه عليها؟ يعني هو الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده خد بنت صغيرة بدل ما كلاب الشوارع كانوا ممكن ياخدوها، خدها ورباها وكبرها، ده جزاته، ده كلمة شكر اللي بتديها له دلوقتي، هو ده اللي يستاهله حضرتك؟ من فضلك من فضلك اثبت كل الأقوال اللي أنا قلتها دلوقتي في محضر رسمي. أنا أهم بنت عندي راحت، ومش هستحمل إن البنات التانيين يضيعوا مني، الوحيد اللي ممكن ياخد باله منهم دلوقتي هو عبد الله الفلاني. أبوهم يا فندم، أبوهم. مصيبة مصيبة كبيرة قوي. ليه بس كف الله الشر يا ست ليزا؟ مصيبة إيه؟ اتكلمي يا عاملة، مصيبة إيه؟ شوي بعت مساج قول إن هما الاتنين اعترفوا. يبقى كده اتحلت من واسع والحمد لله. اتحلت ازاي بس يا عم زكريا؟ ده كده اتقندلت اكتر. بصوا انا هطلع على السطح اطمن على سوما وربنا يسترها. يا الله يا الله يا الله يا الله. شيخ زكريا انت ازاي فرحان كده؟ ما افرحش ازاي والاتنين جابوا في نفس واحد ونجحوا في الامتحان. امتحان؟ امتحان ايه ده؟ انت تعبه نفسك ليه بس يا ست ليزا؟ ما تخليكي في حالك. ما انا كنت في حالي يا شيخ زكريا. انتوا سبب عذاب انا فيه ده. ليه؟ أنا كنت وحيدة، خايفة، مطرودة، مش حب حد أبداً. أنتوا خليتوني أحب تاني، أفرح تاني، حس بالأمان. حسيت إني هنا بلدي مش بلد تانية. روح فين أنا دلوقتي؟ بيت اتهد. روح فين شيخ زكريا؟ طب تدفعي كام بقى لو شفتي أهلك راجعين والبيت ده عمران والعصفور رجع لعشه من تاني؟ أقفل المحضر على ذلك؟ وقررنا إخلاء سبيل المتهمين عبد الله إبراهيم سعد الفلاني وإناس جابر الشربجي بكفالة قدرها 100,000 جنيه لكل منهما. يا نهار اسود لكل منهما؟ يعني إحنا الاتنين بكام؟ بس بقى يا إناس. مالك يا أستاذة؟ هذه كنت عايزة تشيل القضية كلها وتتحبسي لوحدك. ملهاش يا فندم ولا حاجة، هو بس اتخضت من المبلغ. مش عبد الله، بسيطة بسيطة، نغير القرار. لا لا لا، نغير ايه سعادتك؟ ده كده زي الفل. متشكرين قوي يا فندم، الف الف شكر. يا لهوي 200,000 جنيه، ودول هنجيبهم منين يا بابا؟ عمك شوقي هو اللي هيتصرف. يا سلام، عمك شوقي هو اللي هيتصرف. يعني تخشوا انتوا الاثنين تعترفوا على نفسكم في النيابه وادفع يا شوقي. خلاص يا شوقي خلاص، ان شاء الله بكره ربنا يحلها، نبيع الارض ونديلك فلوسك يا سيدي. نديلك على الجزمه يا سيدي. القديم قديمه ولا جديده؟ هو يغلى عليكم يا ناس؟ المصيبه ان البنك قفل دلوقتي يا جماعه. خلاص خدي اختك دلوقتي وتوكلوا على الله، واحنا ان شاء الله مع طلعت النهار هتلاقونا. طلعت نهار ايه يا بابا؟ انتوا هتفضلوا هنا لحد بكره؟ لا طبعا، احنا استحاله نسيبكم ساعه واحده اصلا في الحبس. انا هكلم شريف وهو اكيد هيتحرك. ايه ده انت عامله ايه ده؟ مفيش كلام ده؟ كلم شريف تقول له ايه؟ الحل موجود يا بابا. انت شادية؟ لا بجد بجد بجد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.